هسأل الأستاذ مدحت الزاهد السؤال الأساسي. أستاذ مدحت، يعني هنا الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أيام قليلة، تعتقد أن الأحزاب والقوى السياسية يمكن أنها يبقى عندها بعض المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة؟ وهل يمكن أن يحصلوا على الأصوات المطلوبة وفقا لشروط الانتخابات؟ اتفضل. يعني ابتداء هو خوض المنافسة في هذه الانتخابات أشبه بسباق لتخطي الحواجز متعدد الحلقات، ويعني بعيدا بقى عن احنا بنقوله هم بيقولوا، نحتكم إلى الواقع. الواقع يعني هي لا يمكن الخلاف عليه. هو احنا لدينا مجال عام مغلق، ولدينا يعني المنابر اللي يمكن ان يخاطب بها المرشح جمهوره او ناخبيه او المواطنين عموما، ويعبئ كتله يعني ترتبط ببرنامجه. احنا عارفين انه في قبضه يعني ايه راس المال الموالي لمؤسسات الحكم، وانه ما فيش ظهور ل المعارضين الا فيما نظر، او للصوت الاخر عموما الا فيما نظر في مؤسسات الاعلام. واذا كان في اختراقات لاصوات او منابر تتيح قدر ومساحه، فاحنا عارفين ان اكثر من 300 موقع تم اغلاقه، وبالتالي في تقييد للمجال الاعلامي. بل ان يعني حضرتك تفضلت وعرضت حلقات، يعني كان في كمان رغبه في مصادره الفيسبوك، وانه حتى وسائل التواصل الاجتماعي يعني ايه حرمان الناس منها. وطبعا شفنا في حلقات سابقه يعني او في يعني في مشاهد سابقه ما جرى عندما يعني بدات تنظيم حملات دعائيه في التمهيد كده، يعني خالد علي رئيسا ولا معصوم مرزوق رئيسا او غيره، ظهرت قضيه الصباع بالنسبه لخالد علي، وظهرت واقتحم منزل السفير معصوم كما ادلى بتصريحات ولم يكذب احد هذه الواقعه، وتجارت حملة اعتقالات لشباب الأحزاب والشباب المستقلين اللي ارتبطوا بأنوية حاجة لسه هتتشكل، يعني لسه هتتشكل. فبالتالي أصبح هناك كثير من الإشارات توحي، يعني إذا كان المجال الإعلام طبعا قبل الانتخابات مباشرة، ما جرى على قانون النقابات وما جرى على قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وما يلوح به للأحزاب من حل وفقا لمقترح النائب أحمد رفعت وغيره، فعندنا وهتجري الانتخابات واحنا في ظل حالة الطوارئ، رغم انه تمديد حالة الطوارئ. بس استاذ مدحت خليني يعني انوب شويه عن الغير، وانا لسه هسمع الاطراف بس بسرعه كده. ما هنا البعض هيقول كل الكلام ده يعني نسمعه كثيرا، نعم، ويمكن ان يكون في بعض الجوانب الصحيحه، لكن لا تتحدثون عن جوانب الفشل بداخل الاحزاب والقوى السياسيه. يعني معقوله ما عندناش يا جماعه 6 7 8 9 10 من الاسماء اللي يمكن انها تخوض مهما كانت المعوقات؟ طب ولو حتى كده، طب وما عندناش في المستقلين؟ يعني مصر مش غنية ولا عامرة بالكفاءات والمواهب التي يمكن أن تنافس على منصب الرئاسة؟ بالقطع مصر عامرة بمن لديهم رؤى، هم فين أيضا؟ ومن الغريب أنه دايما أن الأحزاب اللي بتتهم أنها لا تفعل أي شيء، واللي ملهاش حصة أصلا، يعني لا الدولة بتساعدها في تمويل أو بتوفر لها مقرات أو بتتح لها مساحات في الإعلام المملوك للدولة، لكن كمان هو بيفكر في حلها. فاذا كان في مجتمع سياسي تحت الحصار، نقابه الصحفيين وما جرى فيها بمناسبه انها خدت وقفه تقول تيران وصنافير مصريه، واهانه واذلال رموزها والحكم عليهم باحكام بايقاف التنفيذ واهانه سلالمها. طيب وإن احنا عندنا توجه، يعني انا قصدي اقول احنا عندنا توجه لا يرى في التنوع مصدر للغنى، ولا يرى في التعدديه مصدر للغنى، ولا يرى انه عندما يكون هناك حتى احتمالات للغضب فمن الافضل تنظيمه في مسارات ديمقراطيه سلميه بدلا من تركه للفوضى. طيب دكتور صلاح، هرجع لك تاني يا استاذ مدحت، بس دكتور